من معاني الصيام. الصيام شأنه شأن سائر العبادات والقربات، له معان وأسرار عظيمة يمكن تلمسها والوقوف عندها لمعرفة الحكمة من مشروعية هذه العبادة الجليلة. أول هذه المعاني التي تشترك فيها جميع العبادات أن الصيام فيه تربية على العبودية والاستسلام لله جل وعلا، فإذا أمر الله عز وجل عبده بالأكل في وقت معين أكل، وإذا أمره بضد ذلك في وقت آخر امتثل. فالقضية إذن قضية طاعة واستسلام وانقياد لأمر الله. والصيام كذلك يربي في النفس مراقبة الله عز وجل وإخلاص العمل له والبعد عن الرياء والسمعة. ولأجل هذا المعنى اختص الله جل وعلا هذه العبادة من بين سائر العبادات ولم يجعل لها جزاء محددا. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فقوله جل وعلا من أجلي تأكيد لهذا المعنى العظيم. والصيام يربي النفس على الصبر وقوة الإرادة والعزيمة، فإن الصبر لا يتجلى في شيء من العبادات كما يتجلى في الصيام، والمقصود منه إنما هو حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات. ولهذا كان الصيام نصف الصبر، والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن معاني الصيام أن يتذكر الصائم الجائعين والمحتاجين فيتألم لآلامهم ويشعر بمعاناتهم، فالذي لا يحس بالجوع والعطش قد لا يشعر بمعاناة غيره من أهل الفقر والحاجة. وإذا كان أحدنا يجد ما يفطر عليه من طعام وشراب فغيرنا قد لا يجد شيئا من ذلك. تلك هي بعض معاني هذه العبادة العظيمة، وقد جمعها الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة التي شرع الصيام من أجلها هي تحقيق تقوى الله عز وجل، وهي ثمرة الصيام الشرعي ونتيجته. وما لم يكن الصيام طريقاً لتحصيل هذه التقوى فقد فقد الغاية والمعنى الذي شرع لأجله. فرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، فينبغي للمسلم أن يستحضر هذه المعاني وهو يؤدي عبادة الصيام، حتى لا تخرج العبادة عن مقصودها، وحتى لا تتحول إلى عادة يؤديها مسايرة للبيئة والمجتمع.